بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيباتي في فيديو جديد. أولا أشكركم على تعليقاتكم الجميلة بالنسبة للفيديو اللي سبق، شكرا لكم جزيلا، وشكرا لتشجيعاتكم للكل. يعني أنا الحمد لله أنه الوصفة عجبتكم، والآن غادي نقدم لكم وصفة أخرى هي سهلة. أنا نحب نعطي إلا السهل يعني لكل واحد قادر عليها وكل واحدة قادر عليه. بسم الله ما شاء الله نبتدي. معنا الآن أول يوم غادي ندير لكم دجاج مع لوبيا والزيتون. هذا الطبق يعني معروف في كل يعني الجزائر، وخاصة في الغرب الجزائري. إذا نحتاج الى اطراف الدجاج يعني على حسب ما تبغي، واي وحده قادره دير اي حاجه يعني دجاج، يعني سواء نص دجاجه او اطراف كما هكذا. نحتاج لوبيا خضراء ما مسلوقه ما والو هكذا. نحتاج الزيتون على حسب الرغبه يعني. نحتاج بصل مقطع وطماطم كذلك. نحتاج لقمة يعني الملح وفلفل اسود، ونحتاج زعفران. انا هنا راني درت اطراف تاع اللحم مع الزيت. الزيت يعني كل وحده على حسب ما تحب يعني دير بزاف دير شويه، كل وحده وكيفاش تحب. المهم انا غادي ندير هذه تقلى على النار، نقليوها على راحتها يعني نقلبوا اللحم مليح، لانه سر البنه كما نقولوا حنا، سر البنه هو في التقليه يعني نقليوا الدجاج مليح على الجانبين. وبعد شويه راح نضيفوا له الزعفران. اذا هنا بعد ما قلينا اطراف تاع اللحم تاع الدجاج نزيدوا له زعفران. زعفران على حسب ما تبغيو عاود هكذا، ونقلبوه مليح مليح حتى يتقلى عاود مع زعفران. هذه هي الطريقه باش تجيكم البنه في الاكل يعني. ما ديروش كل شيء بخطره، ديروا بصله طماطيش وزعفران هكذا وتقلقوا على الماكله، لا. لازم كل حاجه تعطيوها حقها يعني. اللحم لازم يتقلى مليح، وبعد ما نديرو زعفران راح نديرو البصله والطماطم. اذا بعد ما خليناه تقلى على راحته وتغير اللون تاعو يعني خدام الزعفران، غادي نزيدو البصله والبصل. نخليوه يتقلى مليح مليح الدجاج يعني، كل حاجه تكون خليوها على راحتها يعني، عطيوها وقت. خليو هذا البصل يتقلى مع الدجاج، وبعد نزيدو طماطم عاود نخليوها شويه تتقلى معاه. بعد نزيد الملح والفلفل الكحلة، وهنا عندي شويه قرفه نسيت باش نقول لكم عليها، شويه قرفه غير شويه باش يعني تعطي البنه. غادي نضيف مع البصله هاد شويه تاع القرفه ونخليه. اذا اخواتي بعد ما تقلى اللحم ضفنا له البصله والطماطم وهذيك شويه تاع القرفه وخليناه تقلى على راحته يعني يصبح بهذا الشكل. غادي نضيفوا الزيتون ونضيفوا اللوبيا. واللوبيا هذه ماشي مسلوقه ما والو، هكا طيب مع اللحم والزيتون. ولازم نديروا الماء يكون حامي، ما يكون يعني سخون، ما يكونش بارد، باش في الساعه يعني تغلى لنا هاد الاكله تاعنا. ما نبقاوش ننتظروا، لابد الماء حامي باش الاكل يجي يعني بنين وما ياخذش وقت طويل باش يغلى. اذا راح نعمل اللوبيا والزيتون ونضيفوا الماء ونخليوها طيب على راحتها، وراح نوريها لكم في طبق التقديم ان شاء الله. بقوا معايا. اذا ها هو طبق اليوم واجد معنا، طبق الدجاج مع الزيتون واللوبيا الخضراء، وان شاء الله يعجبكم. هذا هو الشكل النهائي ديالو يعني. في الاخير ضفت له شويه طماطم مصبره، وثاني درت شويه لي فخيت معاه، ودرت ثاني الحرور هذا ولا الفلفل، فلفل الاخضر حار مع الطماطم هكذا، في شويه زيت وملح وقليتهم بهذه الطريقه. وكذلك عندنا هنايا الخبز يعني يشبه الخبز تاع الدار، لكن هو ماشي تاع الدار. وشويه فواكه او ديسير، حنا نقولوا ديسير. ان شاء الله طبق اليوم يعجبكم.
ان شاء الله طبق اليوم يعجبكم اخواتي، وتشجعوني حتى نحط مزيد من الوصفات. انا نقول نحب الوصفات السهله البسيطه اللي يقدر عليها اي احد، يعني كل عائله. ان شاء الله يعجبكم، وخليوا لي تعليقاتكم ورايكم في هذا الطبق ان شاء الله. ونتلقاو في فيديو اخر باذن الله، ونقول لكم السلام عليكم.